ازيكم؟ وعدنا اليكم من جديد وجولة الكاميرا السريعة جديدة، والمرة دي من معرض زهور الربيع 2023 الذي أقيم لأول مرة خارج مكانه وموعده المعهود، أو خارج زمان مكانه بالفعل. وزارة الزراعة المصرية أقامت النسخة 90 من معرض الزهور الأقدم في الشرق الأوسط وأفريقيا في أرض المتحف الزراعي في الدقي بالجيزة من 27 مايو ل 27 يونيو، بدل من 21 مارس إلى 21 إبريل بحديقة الأرمان في الجيزة. لسبب غير مفهوم لم يقام المعرض في حديقة الأرمان، ربما لأنه كان وقت رمضان أو أن حديقة الأرمان بيتم تجهيزها لخطة التطوير. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ الحديقة الأقدم في مصر والشرق الأوسط وأشجارها ونباتاتها النادرة من كل سوء. الغريب أن حديقة الأرمان تم فتحها للزائرين في وقت عيد الأضحى، فأنا بصراحة مش عارفة إيه السبب. على أي حال، إلى معرض زهور الربيع 2023 الذي أقيم في المتحف الزراعي بالدقي. بتذكرة الدخول تبلغ 10 جنيه فقط للمصريين، تستطيع الدخول للمتحف الزراعي. هو لا يعتبر متحف واحد، لكن عدة متاحف تم افتتاحها بداية في عهد الملك فؤاد الأول، وكانت بتحمل اسمه في العهد الملكي من سنة 1930. المتحف الزراعي يعتبر واحد من أقدم وأهم متاحف العالم، وليس مصر أو الشرق الأوسط أو أفريقيا المتخصصة في علوم الزراعة وتاريخها. أنا كنت متحمسة أني أزور المتاحف بجوار المعرض، بس كانت في مفاجأة غير سارة لي، إن مثلاً متحف القطن أو متحف الزراعة في مصر القديمة كانوا كلهم مقفولين وقت المعرض لسبب لا أعلمه ولا أفهمه، خاصة إن المتحف الزراعي من المتاحف الغير معروفة لغير المتخصصين، ودي كانت فرصة للناس إن هي تتعرف عليه أكتر في مناسبة زي دي. على أي حال، برضو خلينا في معرض الزهور. طبقا لوزارة الزراعة المصرية، في أكتر من 200 شركة ومشتل وشركات تصميم لاندسكيب ومستلزمات زراعة، وكمان وزارة الزراعة نفسها وإداراتها المختلفة وأقسامها مشاركين في النسخة دي. أكتر من 1000 نوع نبات، من زهور، نباتات زينة، ظل، أشجار مثمرة، نخيل، صبرات الدنيا كلها تم عرضها في المعرض. الأسعار ممكن تبدأ من 5 جنيه وتصل إلى 10,000 جنيه أو أكتر للأشجار النادرة أو المستوردة. طبعا كملاحظة عابرة، أسعار النباتات أنا حاسة أن هي لم تزداد قوي مقارنة بالسنة اللي فاتت، يعني أنا بروح الحمد لله كل سنة المعرض، يعني أنتوا ممكن تشوفوا الفيديوهات القديمة. في مثلا زهور اسمها لانتانا، وأول مرة أشوفها وشكلها غريب، كانت بتباع بعشرة جنيه. وكمان كان في زهور وراها اسمها الوينكا والوتكا بخمسة جنيه. لكن أسعار مستلزمات الزراعة زي الطامي، الأسمدة، على الرغم مصر بتصدر الأسمدة، وكمان أسعار الزرع غليوا قوي عن السنين اللي فاتت. في ملاحظة تانية ألا وهي الأهم، أنه على الرغم من أن دي النسخة 90 للمعرض، فما كانش فيه دعاية كفاية أو فعاليات كمان كفاية للاحتفاء بالعيد 90 ليه، خاصة أنه مقام في وقت غير وقته ومكان غير مكانه. وأظن يعني بالمقارنة بفيديوهات السنين السابقة للمعرض ممكن تلاحظوا أن الناس فيه أقل من الزائرين عن السنين اللي فاتت. طبعا احنا اوريدي مكان الأرمان بجوار جامعة القاهرة كان بيساعد لجذب شريحة واسعة من الشباب، من الطلاب، خاصة من محبي السيلفي للمعرض. بس طبعا يعني كمان الإقامة المعرض في الوقت الحالي ده وقت كان وقت امتحانات، فما كانش فيه طلاب كفاية. مثلا في ملاحظة تالتة لاحظتها، وإن كان في عرض وطلب على الأشجار المثمرة من خضروات وفواكه زي الموالح، من برتقال وليمون وجريب فروت وتوت، أعلى من السنين اللي فاتت. كمان كان في على فكرة أجنحة للصناعات اليدوية، وكمان المواد الغذائية بأسعار مخفضة طبقا للمبادرات الرئاسية اللي كانت نازلة مؤخرا ضد الغلاء. وأيضا كان في حاجة حلوة قوي في المعرض السنة دي، إن كان في طاووس لطيف
وزارة الزراعة تقريبا استلفته من حديقة الحيوان بالجيزة هو وحرمه الماسون، وطبعا ده كان موسم التزاوج بتاعهم، فكان في عرض مستمر لريش ديلو لمحاولة جذب اهتمام من مدام. بس صراحة الناس كانوا هم اللي انجذبوا للعرض اكتر ما هي كانت منجذبة. هي كانت عيني جامدة، حسب هي كانت خايفة اكتر من البشر. وبكده تنتهي جولتنا، انتظروا جولة جديدة سريعة ان شاء الله في اقرب وقت، والى اللقاء ان شاء الله. وما تنسوش لو عجبكم المحتوى شير ولايك وسبسكرايب، والى اللقاء مرة تانية.